السلام عليكم، عدنا للعبة زومبي تايكون 2، واليوم بحماس محل ما وصلنا المرة الماضية. كملنا، بتتذكروا كيف قتلنا وحش؟ وحتى ما قتلناه، احنا علقناه يعني، المهم انه وقفنا، كان وحش ملك الأرض خلينا نسميه، لأنه كان فظيع. اجينا هلا على مكان جديد، هذا المخترع عبقرينو، المخترع المجنون اللي كثير في من المشاهدين صاروا يحبوه وتعلقوا بهالشخصية. طبعا مثل ما ذكرنا بالحلقة الماضية، هي السلسلة ما لها علاقة بسلاسل تانية، ممكن يكون نفس الاسم، مثل سلسلة بلانت فيرس الزومبي، هاي شيء ثاني تماما. لعبة حاطينها بتصنيف استراتيجيا، نعم تصنيف استراتيجي، يعني اذا بتحبوا هالنوع من الالعاب تدعموه بيزيد بشكل عام بالقناة، إن كان هاللعبة أو أي ألعاب استراتيجية تانية. وطبعا أكيد بعرف أنه الدعم ممكن يكون قليل على هاللعبة، سبب معروف، لأنه ما في عنا مشاهدين استراتيجي كتير، مشان هيك السلسلة ماشية ماشية إن شاء الله، حتضل ماشية يعني، حنعطيها فرصتها. ولكن كل ما زاد عليها الإقبال كل ما بنزيد حلقاتها، مشان هيك إذا أنتم بتحبوها ما تنسوا هلأ تشتركوا بالقناة للمزيد، وتعملوا مفضلة ولايك للمقطع فورا قبل ما تنسوا. إذن نشوف الطريق تبعنا لهونيك، بدنا نروح هلا. ما يعدوا يساووا لي الطريق كل شوي مسكر من قرنة وما فينا نروح، وين نلف هلا؟ شوفهم في نافورة غريبة، هذا شو هذا، مي ولا بترول؟ فيني اضرب هون؟ لا ما في. هون على الآن بين الهيومن والزومبي الأزرق. طبعا نحن للي ما بيعرف، نحن ضد الاثنين، نحن الزومبي الخضر ضد الهيومن، ضد البشر وضد ال عندي واحد حيموت انا ليش؟ وضد الزومبي الزرق، وهذا جمالية اللعبة انه هي تجميع. كثير في هيك، ليش هيك؟ تعال نجهز الرشاش تبعنا ونخلي هدول واقفين هون، كل ما يقربوا بقتلهم، هيك احسن طريقة استراتيجية يعني. نكمل طريق، نتبع نفس التكتيك دائما. رش رش رش، قربوا قربوا. وصلنا تقريبا على فكرة. هذا الطريق هيك يا ترى ولا من تحت؟ تذكروا المركبة تبعنا قوية جدا، ولكن بدها وقت لتفرد على الأرض، وهي هي نقطة الضعف فيها، عشان هيك نحميها لما تفرد. أيوة اديني. طيب إذا رحنا من هون هلا شو الوضع؟ خلص على هدول. الرش شغال يا حبيبي. نقتل هدول ولا ما في داعي؟ ما في داعي. هذا شافنا. في وحش هون. تشيك بوينت. إذن الوحش شافنا وهجم. لا يا شباب لا. مين هاد؟ صديقنا القديم. أنت هنا؟ ليش شلون طلعت بسطنا فيه؟ صديقنا أوا، صديقنا وحش الزومبي. بلشوا يصرخوا على بعض، بلشوا يتبادلوا الشتائم، ولكن الشتائم الزومبي تبعنا أقوى يا حبيبي، أقوى. قرب شوي. طبعا إجت هالمركبة، المركبة عندها كذا ميزة ما اعتقد. نرجع لورا شوي. ايوه. هون نفوت على هدول الجنود. شفت المركبة تبعنا شلون تعمل شارج؟ الهيومن اوايا ها؟ هيك هيك هي شغالة على الرش وما عم بموت هذا. بسهولة. قوية، قوايا قوايا. الهيومن صاروا قوايا هلا. بس كلها الدخنة عم تطلع من ورا هالمركبة على فكرة. طيب وين طريقنا نحن؟ طريقنا لهون، بدنا نلحق الوحش اللي هرب شكلنا.
هجوم. وين راحت هي؟ لا ارجعي 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 لعند الجيش. لا غلط هيك غلط غلط، لازم نرجع لعند المركبة تبعنا ونقاتلهم. شو كل هاد؟ لا كثير كثير. طبعا هي الدخنة تبع المركبة عم تفيدنا كثير. المركبة عم تموت يا شباب. ماتت المركبة. صفينا بلا مركبة. وكثير كثار هني ما بعرف ليش كل هالقد كثار. مركبتنا الحبيبة راحت هي المحبة. شكلها هي بتموت بسرعة أو شيء ما بعرف. أوه رجعت. ايوه هي شكلها انه ما بتموت، انه مثل بتنسحب لعند هذا القائد تبعها المخترع، وهو بيرجع بيصلحها وقت تخف المعركه او نطلع اوت اوف كومبات يعني، او نطلع خارج وقت المعركه او شيء هيك شكله. نقاتل هدول ولا نكمل؟ خايف يجوا، شو رايكم؟ يجوا؟ الله يمكن يجوا، لازم نقتلهم لانه اذا اجوا من ورانا بنموت. هذا شو الاختراع ما بعرف. اوه شو هاد؟ ما بعرف اكتشف شو هاد. هجوم جاي جاي فوت بسرعة. اوه ليك شو حماسية. عبالي خلص هالبيت. اه عم يضربوا ال مخترع. هذا مساعد ولا هذا؟ طبعا اذا مات بتخلص المهمة خلص بتخسر طول. ونازل ضرب نازل ضرب. سلام شو رايك تساعدنا؟ اختلنا على هيك. ها في شغلة وراها. روح يا سيارة جيب لنا اياها انت سريعة. طيب نروح لهون. معناتها بعد ما احتلينا بيت هالنينجا هاد، بيت النينجا شكله انه وقت احتله بيخفف من اعداد النينجا اللي بتجي او شيء. اوه هاد عم بيهرب. لا اين تهرب اي وحش؟ بدنا نحتل كل المباني المتوفرة يمكن لنكتشف هو وين او شيء. اه شايفين في شغلات فوق كتير. طيب سحب تكتيكي. يا سلام 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 يا شباب. خلينا قوي الجيوش ما قوي. شغال شغال. اول ما يطلع برات الدويرة تبعه بنرجع لورا مشان يساعدنا هيك. تعال تعال. والزومبي صعب تحريكهم، مو دايما بيردوا. هيك هاد يا فرجيني في هيك ولا هيك. روح على اليمين. شو هون بصير؟ في اشارات غريبة على الارض. اه هاي منطقة قصف جوي. اهو في مباني فينا ناخذها. شو هاد؟ لا 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 انسحاب لعند لعند المخترع. شو كتار؟ كتار كتير. اوه عربي تبعنا ممتازة. مش عم يضربونا. ما زال الضرب مستمرة. ناخذ هاي بقى. لاحظتوا انا اول ما ضربت البيت اجوا كلهم. كأنه البيت كثير بيعني لهم.
رجوع للمقترع. اخذنا هذا البيت رجعنا هون. بيرجعوا يحتلوا البيوت. ايوه تعال عندنا هيك نزل هذول الاول. ايوه وين وين تعال تسحب سحبة سريعا. اذا اخذنا هذا البيت يلا هذا كمان وهذا كمان. يعني نحن عم نحتل كأنه قاعدة الزومبي زرق او هيك شيء. بس كأنه هن كمان بيقدروا يرجعوا يحتلوا الشيء اللي احنا خليناه. بنضل مفتحين في مثل مهمات إضافية إنه نحتل البيوت هيك أتوقع. خلص على هدول. هاي وهاي. فاضي قتلها هذا اللي طلع من البيت لحاله هجم على البيت اللي بعده. في شيء قصه سيور اكسس. هاي شو لنشوف شكل السيور اكسس. هيك بيجي شكله. هو مدخل المجاري بدنا نلاقيه احنا شكلنا. عشان هيك اعطوني كيف شكله اتوقع. يعني اذا حروح على اليسار خلص من ولا اقرب اليمين ورجيني نفس المسافة. يلا مخلص يمين اللي عاجبني هون وقت عم ناخذ البيوت عم بيطلع لنا كم جندي. رجعوا ياخذوا البيوت تبعهم. روحي انت ساعدي هدول تاخذوا هاي. خلصتي رجعوا البيوت. اللعبة مبدأها انه وقت انت تضرب البيت كأنك عم تحتله ما عم تدمره يعني لأنه زومبي. وهذا كمان خالص. طيب روح لعند الشباب انت كمان والله تروح لعندهم تاخذ موقع جديد. هذا كثير قوية من هون المنطقة. يا ريت لو فيها طبعا ميزة انه لحالهم يهجموا تقول لهم يهجموا على هالمنطقة يهجموا على المنطقة كلها ما تضطر بيت بيت تضربهم. بس ما بيأثر يعني مسألة وقت. هون شو عم بيصير؟ حيربحوا نحن اتوقع. فوت لهون. شايفين هذا البيت مسألة وقت وبناخذه. البيوت اللي هون خلص لانه صار عنا افضليه. نكمل. اذا دخلنا لعند هالمنطقه هي ليكو السيور. هذا ندمره المجاري هي دمرناها وننطلق لهالقرنه. مدينتهم طبعا كبيره ما لها صغيره. Mm-hmm.
خرجيني الاخبار هون. عم بيهجموا على هون. بيقدروا يصدون يا ترى؟ شكلهم بيقدروا. انه كتروا. كل ما كتروا البيوت كل ما كتروا. من كل بيت يمكن بيطلع جندي. او مواطن. واحد يحمي. هاي يلا يلا كمان هون في هدول كلهم ليش ما عم بياخذون اللي سكنوا؟ قديش حاطين لي اشارات؟ اوف كبيرة والله ما كبيرة خريطة ما لها قليلة هلا اخذين 20 بيت شكلنا هلا التوتال كل البيوت بالخريطة 29 يعني كثير قربنا من النهاية هذا الشيء ممتاز خذ البيت اطلع لفوق ايوه خليك انت هون انتوا البقايا خذ هذا البيت وين البيت لصفيان؟ اوف غني في شي بيت مانا منتبهين له؟ في اربعة طيب ساعد المخترع تبعنا نكمل من هون بعد عن هاي كثير الضرب قوي شو قوي هذا البيت فزع افلام قوية كثير قرب شوي اضرب من هون اتوقع هلا يعني هذا البيت هو اصعب واحد حاطينه هذا يمكن يطلع لنا شيء كبير او شيء هي اخر ثلاث بيوت ايوه تمام شغال الرش حبيبي الرش شغال هاي خالصة آخر بيت آخر بيت 29 29 لا 29 29 في واحد ناقص لا خالصين بقينا نقتل هذا الثاني اللي بيطلع بيطلعهم من الأرض دمره مشان يطلعوا بعدين نقتل الوحش هيك أتوقع هيك الوحش عم بيرمي علينا سيارات إذا هو اللي عم بيرمي السيارات بدنا نروح نجيب الابيليتي من هون ما بعرف شو هي هالابيليتي هو قاعد بقرني استراتيجية على اساس ما فيني نطلع من هون شلون نوصل لفوق ما يصعبوها كثير علينا الطريق ما لي شايف غير الطريق تعمل الكود هيك مسكر ايوه طب من هون اف ليش كل الاتصابي اخ يعني هلا اذا قلنا احنا فينا ناخذ السياره السريعه ونشوف الطريق بس هو اللي بدنا اياه هون بدنا السكيد مارك عفوا هو السكيد مارك هو شغله موجوده عند السياره بس اتاكد ممكن تكون السياره عندها اياها
ايه سيارة فعلا. هرب. وين راح؟ هلا صار فينا نروح لهون. حلو، حلينا الغز. اذا الحل لانك تنزله ليكو رملق وقلبنا. اجا 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 الوحش المفترس. شو الوحوش انطلق. يا سلام، هيك صار، هيك صار على اساس. هلا وين باقي الفريق؟ واحد على واحد. ايوه خد هي، هي طاقته، طاقته تحت بالنص العداد الاخضر. حاول اضربه، رمى مصايد على الارض مشان ما اقدر اركض وراه. ايوه اذا تحدي واحد على واحد. وقعته. قلتله ايه؟ طاقته كبيرة والله، وحش صعب. عمل لي ستان، هرم. ما ندعس على الترابات اللي بالارض. ايوه انزل انزل، احكي معك كلمتين. عم نعضله. رجع طار. بعد شوي. وين عم يبعد؟ اوه شو بدي اساوي هلا؟ بلش يطلع اصوات ويتوحش. اعتمد وين بدك توقف بس عشان تعرف وين نضربك. تعال انزل لي، انزل لي. هاي عمل لي ستان مرة ثانية، عمل خدعته الرخيصة نفسها. حاول اضربه شوي بسرعة. اكل كم ضربة على السريع. اوه وين راح؟ هذا عسى الغام. هوب هوب هوب. طراء نزل. اذا هاي التشريجة اللي عم ساويها بحرف الكيو، الابيليتي كلها باللعبة انه مثل الالعاب مثل ليج اوف ليجند او شي شغلة، يعني انه كيو دبليو اي ار هالاحرف هاي على الكيبورد، نفس الفكرة يعني. اريح شي للجيمرز. اوه عم لساته عم بيتجول. خلصنا زي ال مثلا هاي المكان استراتيجي كثير. هرب بسرعة المرة. ايوه شو بده يساوي شي جديد هالمرة؟ طاقته بآخرها. صرخة جديدة. طيب شو حتساوي الصرخة؟ طاقته حمراء، بذكر طاقته حمراء. خلينا نخسر هلا. ايوه ها طاقتك حمراء ولا صفراء؟ ما بيهمني. عضو عضو. ايه عمل عليه دمج لأني اياه. عمل لي ستان. موت. ايه ايه قاتلني قاتلني شوي ماشي انا موافق. ايه موت موت موت. فين ضربة؟ مات؟ مات اتوقع، او يعني ما مات اصاب عينه كان نقطة. والصرخة الخضراء هولك هولك يا عمي. وعم نرجع نجلس سيارة العبقرينو، سيارة المخترع الشرير ولحسة. لحسة اخ على هاللحسة. يا سلام انفجار صار كبير. شو اللي صار؟ انفجار كبير كثير بطريقة رسوم غريبة بين الافلام الكرتونية والعادية. وشابتر كومبليتد، اذا خلصنا كل الشابتر، كل الجزء من هاللعبة. طبعا اللعبة ما بعتقد انتهت، لسه في مشوار، ولكن خلصنا شابتر وهذا الشيء حلو. مثل ما لاحظت اللعبة غريبة، فيها تحديات، فيها وحوش، فيها حماس، وفي كتير ناس صاروا يحبوا هاللعبة، يحبوا مشاهدتها ويحبوا بعض شخصياتها. مثل ما قلت، اذا حابين تدعموها ما تنسوا تلحقونا. اول شيء تبلشوا باللايك مفضلة اذا ما عملتوها هلا تساووها، لانه هذا الشيء اللي بيزيد من
انتاجنا لهاللعبه مثل اي سلسله ثانيه بالقناه، وبنشرح هذا الحكي كثير ولكن ما ينزعجوا منا مشاهدينا، نحن بنقوله للي بيشاهدونا اول مره. يعني مشاهدينا الاعزاء البقايا بيعرفوا هذا الشيء، بس بيعرفوا كمان نحن عم نحاول ننتشر نقوي القناه ونقوي المحتوى دائما، بقى بنضل بنعيد هالاشياء. وهن كمان بالتالي ما ينسوا يعملوا نشر، لايك وشير وفيفوريت، لحقوا روابط فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، انستغرام، تويتش تي في، كلها موجوده عم تمرق قدامنا على الشاشه وموجوده بالديسكربشن باليوتيوب. كان معكم عمر اول جنوان، بشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله من هاللعبه ومن العاب تانية، ومع السلامه.